السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نبدأها بأبرز الأحداث الجارية على الساحة الليبية، حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يوم الجمعة أن مجلس النواب عرقل الحكومة بشكل مستمر ومقصود، مضيفا أن البرلمان هو من رفع قيمة الميزانية بقرارات زيادة المرتبات قطاعات معينة. هذا وأكد دبيبة في كلمة له أن مجلس النواب بعرقلته للميزانية أخر مشاريع الكهرباء لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بحفر 307 آبار في المناطق البعيدة عن مصادر توفير المياه، وسيتم إصلاح كل محطات التحلية حسب قوله. قال المتحدث باسم مجلس النواب بطبرق عبد الله بليحق يوم السبت أن المجلس سيعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل بمدينة طبرق لمساءلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على أداء الحكومة. وأوضح بليحق في تصريحه أن الاستدعاء جاء بناء على المذكرة التي قدمها بعض من أعضاء المجلس متضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة. هذا ويشار إلى أن عقيل صالح قد لوح بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في حال عدم حضوره لجلسة نواب طبرق. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين يوم الخميس انتشال جثة واحدة بالمشروع الزراعي بمدينة ترهونة. وأوضحت الهيئة على صفحتها أن الجثة مجهولة الهوية، مشيرة إلى أنها وجدت مدفونة بمقبرة فردية. يذكر أن المقابر الجماعية المكتشفة بترهونة وصلت إلى أكثر من 30 مقبرة جماعية حتى الآن. ناقش محافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق الكبير يوم الخميس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يانكوبيتش، ناقش توحيد مصر في ليبيا المركزي وفقا لنتائج تقرير التدقيق والمراجعات الدولية. هذا وناقش المجتمعون بمقر مصر في ليبيا المركزي العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. بعد مماطلة اعتماد الميزانية، ها هو الآن يهدد ويتوعد رئيس الحكومة إما أن تأتي للمساءلة أو سيتم سحب الثقة. عقيل صالح يترشق مع رئيس الحكومة أو حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ويتخذ حيالها قرارات وخطوات يراها البعض عبثية وفردية، في حين يشكك الآخر في من وراءها وما هي مآلاتها على مستقبل البلاد، خاصة مع قرب موعد الانتخابات. هذه التساؤلات وغيرها سطرحها للنقاش صحبة ضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. هو في الجلسة قبل الأسبوع الماضي تقدم عدد من النواب طبقا لنظام الداخلي لمجلس النواب بطلب سحب الثقة من الحكومة. تصعيد جديد يطفو على الساحة السياسية مع قرب موعد الانتخابات. كان بداية التصعيد مماطلة رئيس نواب طبرق عقيل صالح في اعتماد الميزانية لحكومة الوحدة الوطنية في أكثر من جلسة، في عرض كما وصفه متابعون بالهزلي، إذ ساد على الجلسة الجدل الحاد والتلاسن وصل حد التشابك باليد. ثم انتهى الأمر أن هدد عقيل صالح في تصريح مرئي بأنه قد يتم سحب الثقة من رئيس الحكومة إذا لم تحضر إلى جلسة المساءلة أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل. لكن هذا التطور سبقته خطوات تشير بأن هناك من يحيك الأمر ليخرج على هذه الصورة كما يرى مراقبون.
حيث اجتمع قبل أيام فقط عقيل صالح ومجرم الحرب حفتر مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلان بالقاهرة لبحث الخلافات حول القاعدة الدستورية مع الحكومة المصرية. وقد رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدوره على هذه التصريحات، وقال إن مجلس النواب عرقل الحكومة بشكل مستمر وواضح ومقصود، موضحا أن أسباب التعطيل واهية وغير صحيحة وفق تعبيره. ومن جهة أخرى فإن الخبراء والقانونيين يرون أن عقيل يتحرك بخطوات عبثية غير مكترث بأي لوائح ولا قوانين، خاصة أن عقيل ومجموعته من النواب الداعمين لمجرم الحرب حفتر يرون أنهم هم البرلمان فقط ولا يحسبون أي حساب للنواب الآخرين. ومما زاد الشكوك حول محاولات عقيل وممن خلفه مطالبة 31 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الداعمين لحفتر أيضا بعقد جلسة طارئة لمعالجة ما سموه الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطة الطريق. كل هذا التصعيد يحدث على مرأى ومسمع البعثة الأممية دون أي تحرك تماما كما حدث قبل هجوم حفتر على العاصمة، إلى أن تكشف الأيام القادمة أن ما يفعله عقيل الآن هل هو محاولة لانقلاب ناعم أم بداية لحرب دامية؟ أفتح حلقة النقاش وأرحب بضيفي في الأستوديو الصحفي والمحلل السياسي عصام الزبير. ورحب بك سيد عصام. مساءً بك وكل من يتابع هذه القناة ولضيفك الكريم صلاح البكوش، تحية طيبة للجميع والعاملين بهذه القناة. نعم، وكذلك عبر خدمة أسكايب من إسطنبول المحلل السياسي صلاح البكوش. ورحب بك سيد صلاح. اهلا وسهلا بك واهلا بعصام، وان شاء الله اليوم ما نتعاركش. لا باذن الله لا. فيما اذا امكن ربما سيلتحق بنا لاحقا عضو مجلس النواب ابو بكر الصعيد. ارحب بكم جميعا ضيوفي. ابدا معك بدايه سيد عصام، يعني كيف تابعت التصعيدات الاخيره من قبل عقيل صالح وحكومه الوحده الوطنيه بدايه من تعطيل اعتماد الميزانيه انتهاء بتصريحات سحب الثقه؟ هو الحقيقة البداية نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين، إن شاء الله يكون لقاء مثمر وجيد، وإن شاء الله أستاذ صلاح ما في بيننا إلا الخير. الحقيقة أن عقيل صالح من بداية حكومة الوطنية رأى أن الحكومة الوطنية قد تسرق الأنظار، قد تعمل على أشياء الناس قد تستجيب لها، فلذلك أرادوا أن يكون لهم مكمن في هذه الحكومة ووضع كبير جدا، خاصة بعض المرشحين يعني الوزراء في هذه الحكومة يتبعون تحت ضغوط، أتوا تحت ضغوط مجلس النواب وتحت ضغوط ما أراد به المجرم حفتر. والأمر الذي أرادوا أن يكون متجهين به أن يضغطوا على الحكومة في برامجها وأن يكون دائما لهم نصيب أكثر وأكثر. لديهم العديد من الإجراءات، قائمة السفراء، لديهم العديد من الأمور الأخرى أرادوا أن يكون فيها، أرادوا أن يكون لهم ضغط حتى في التأثير في الخارطة الجغرافية على مستوى الانتخابات، أرادوا أن يكون لهم ضغط في لجنة 75، لكن الحكومة لم تنصاع لضغوطهم، ولذلك أرادوا أن يحققوا بعض المكاسب على المنطقة الجغرافية الممتدة في ليبيا قد حتى تساهم بعد ذلك في الدفع بهم نحو الانتخابات. هذه الأمور لم تجعل من حكومة الحقيقة عبد الحميد الدبيبة منصاع لهم، فأرادوا سحب الثقة، وحاول البعض سحب الثقة، وهم يعلمون جيد أن سحب الثقة يريد 120 يعني التصويت ب 120 نائب، وهذا الأمر لابد أن يتوافق هو المجلس الأعلى للدولة، ولذلك يحاولون جعل بعض الحروب اللي هي تو نشبحوا فيها والصدمات هذه كلها إعلامية قد لا ترتقي إلى الوصول إلى النصاب القانوني أو أقرب حتى منه أو نصفه، ولذلك المهم أن يفتعلوا أزمة، خاصة الانتخابات التي يعمل إليها الليبيين قريبة ولكن لم نرى إجراءات على الأرض. عسى أن تكون قريبا بإذن الله. نعم، طيب سيد صلاح، كيف رأيت هذا التراشق الأخير بين رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بداية من يعني كما قلنا تعطيل اعتماد الميزانية انتهاء بالتلويح من قبل عقيل صالح بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ردا عليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن مجلس النواب يعرقل عمل الحكومة؟
كيف تابعت هذه التصريحات؟ أولا في الكلام اللي تفضل به عصام فيه نقطة مهمة يجب أن نركز عليها، وهي أننا نتحدث عن عقيلة صالح. يجب أن نفصل بين عقيلة صالح والبرلمان، ويجب ألا نسمح لعقيلة صالح بالاستمرار في تمرير هذه الكذبة، وهي أن عندما يتكلم عقيلة صالح نحن نتحدث عن أن البرلمان تكلم. البرلمان لا يتكلم، عقيلة صالح يتحدث، ونحن نعرف تماما أنه في 3 سنوات التي سبقت إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية فشل عقيلة صالح في عقد اجتماع واحد لمجلس النواب بنصاب قانوني. هذا هو الواقع، ولكن مصر تريد والإمارات وفرنسا تريد هذا، تريد أن نقول بأن عقيلة صالح تكلم معناه مجلس تكلم. نعم. فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس يجب أن نؤكد أن ما يقوله أن البرلمان لم يرفض على سبيل المثال الميزانية. أمتى البرلمان رفض الميزانية؟ عقيلة صالح يستخدم في إجراءات ملتوية لعدم عرض الميزانية للتصويت. لائحة داخلية لمجلس النواب تقول بأن لجنة الميزانية لديها 30 يوم لإرسال تقريره إلى المجلس، ومن ثم يتم التصويت. نحن نتحدى عقيلة صالح أن يضع الميزانية أمام مجلس النواب للتصويت بنعم أو لا، ولكنه لن يقوم بذلك. وهذه هي كل قراراته، يعني لما عندما يلوح بسحب الثقة ليس فقط أن الاتفاق السياسي الذي هو الإطار العام لمخرجات فردين ولخارطة الطريق يقول بأن سحب الثقة يتطلب توافق بين مجلسي الدولة والنواب، ولكن المادة 194 من اللائحة الداخلية تقول أن الطلب جلسة لسحب الثقة يتطلب توقيع ربع أعضاء مجلس النواب على هذا الطلب. منين جابها عقيلة صالح؟ فمن الآن فصاعدا أعتقد أنه يجب علينا جميعا ويجب على الحكومة أن تقول يا عقيلة فكني من الكلام الفارغ متاعك، كان فيه حاجة وريني أن هذه هي إرادة مجلس النواب عن طريق تطبيق اللائحة الداخلية، جيب لي قرار صوت عليه. كلام تاعك عشيب شيء معنا، ولهذا يجب الآن فصاعدا أعتقد على جميع الناس المراقبين المشهد والمعلقين على المشهد والإعلاميين والقنوات الإعلامية أن يغيروا نظرتهم إلى عقيلة صالح والبرلمان بأن ما يقوله عقيلة صالح ليس هو سيد صلاح. نعم، دعني أسألك سؤال واضح، من وراء عقيلة صالح ليكون بكل هذه الجرأة؟ المصريين، ليس المصريين لم لا يدفعوا في عقيلة صالح الآن وحفتر لهذه الأشياء الاستفزازية، تحركات الاستفزازية عسكرية وتصريحات نارية وما إلى ذلك وتهديدات، ولكنهم لا يريدون التخلي عن هذه الورقة إلى أن تتضح صورة الوضع النهائي في ليبيا تماما. على الأقل يريدون المحافظة على حفتر كشرطي لهم في المنطقة الشرقية. نعم. وعقيلة أيضا، ولذلك يسمحون لهم بهذه الواحد. ولكن السؤال هو هل مصر ستسمح لهم بتحطيم أو انهيار، التسبب في انهيار الهدنة العسكرية والسياسية الهشة القائمة الآن؟ أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد أنهم يتركون لهم المجال، يعطوا فيهم في حبل، بل كيتحصلوا حاجة أكثر من حكومة طرابلس وكذا وحكومة البيبة ومش عارف شنو، ولكن لا أعتقد أنهم سيسمحون لهم بتشكيل على سبيل المثال حكومة موازية. نعم. طيب سيد عصام، يعني من ناحية قيمة هذه التصريحات التي أثرت الجدل من قبل عقيلة صالح، ما مدى تأثيرها على المشهد الليبي أو على المشهد السياسي من ناحية التعقيد؟
أولا أنا أثني على كلام أستاذ صلاح، لأن حقيقة نحن جزأنا مجلس النواب في جزئية وعقيلة صالح في جزئية أخرى، وكأن عقيلة صالح فوق من مجلس النواب. ما يتكلم به عقيلة صالح هو مجرد تصريحات إعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع حقيقة، لكن أجهزة الإعلام هي التي أعطته هذا الحق وأعطته هذا المجال من الشو الإعلامي حتى ضخم الأمر، وكأن عقيلة صالح يقود المجلس النواب بكامل النصاب. الأمر الذي يجب علينا أن نقف أمامه، هل سيتحقق هذا الكلام داخل القاعة؟ أعتقد أنه لن يتحقق، وكما تكلم أستاذ صلاح لأنهم لم يعقدوا بأي جلسة كامل النصاب ولهم مدة طويلة في ذلك، ولم يصدر عنهم أي قرار في هذا الشأن، ولذلك هذه التصريحات محلها خلط أوراق أو تثبيت وضع أو جلب أنظار أو أشياء من هذا القبيل. هل يقدر الآن إذا لم يأتي إليه، وأنا أظن يعلم أنه اليوم أو غدا سيكون على ما أعتقد حسب المصادر التي وصلتني بأن السيد الدبيبة سيذهب إلى الأردن على ما أعتقد، وحتى اللي صدر قبل أيام قيل بأنه سيكون خارج البلاد، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل عقيلة صالح؟ هل سيوقف هذه الحكومة؟ هل سيسحب الثقة منها لوحده؟ هناك أطراف داخل الحكومة داخل مجلس النواب مؤيدة للحكومة، ولذلك أقول لن يتحصل على هذا الصوت. ثانيا، ماذا سيفعل لو أن الأمر يعني أدى إلى عدم سحب الثقة؟ كيف سيكون؟ أو أدى إلى سحب الثقة كيف سيكون؟ هل لديه خطة في تسيير البلد بعد ذلك؟ وهل لديه خطة كيف تمضي الأزمة وحلها؟ لا أعتقد لديه رؤية، هو مجرد يلقي في تصريحات أعطيت له كقنابل مفخخة يطلقها في كل هل فترة. دعنا نقف عند هذه النقطة بالتحديد، ما تفسيرك لتعيين رئيس حكومة أو رئيس الحكومة المؤقتة أثني كمستشار سياسي لدى مجرم الحرب حفتر؟ والله أنا أعتقد أنه كل كلام وتمويه، حتى ولو أقاموا حكومة موازية من أين لهم الأموال؟ هم الآن يبحثون عن الأموال. أي حكومة بدون مال لن تذهب بخطة ولن يبقى لها وجود. حكومة الدبيبة الآن تبحث عن الميزانية، إذا لم تتحصل على الميزانية فهي ستسير مثل ما رأيناها هذه الأيام، لديها تعثر في حل مشكلة الكهرباء، لديها الآن يعني مصاريف جانبية ممكن من بند الطوارئ تتعامل معها في قضية الماء وقضية الكهرباء، وهذه الحلول أعتقد أنها لو دعمت بميزانية كبيرة لأصبحت هذه الحلول الآن في محل يعني الانتهاء منها. عندما ترى ثلاث توربينات الآن دخلت إلى طرابلس، وعندما تجد توربينة دخلت إلى طبرق، وتجد توربينة أخرى دخلت إلى مصراتة، وتجد كما قال بأنه 305 307 أظني سيتم حفر أبار، وتجد أنهم عالجوا محطة تحلية طبرق وسيتم معالجة محطات تحلية، سيستخدم رأي الناس ويجمع عليه الناس. ماذا سيفعل عقيلة صالح إذا تحققت هذه الأمور؟ ماذا سيفعل عقيلة صالح؟ هل في يده أن يوقف الأمر؟ هل في يده أن يغير الحكومة؟ نحن لو تغير الحكومة ندخل في أزمة سياسية، وقد تدخل حتى في أزمة عسكرية، لأن الاتفاق على حكومة جديدة يتطلب وقت طويل، والوقت الذي ينتظر فيه حتى في الانتخابات إلى الآن أصبح شبه حلم، ولذلك سنصبح شبه حلم في حياة الواقع السياسي الليبي. نعم. طيب سيد صلاح، برأيك يعني كيف سيكون الوضع قانونيا إذا لم يحضر عبد الحميد دبيبة للمساءلة يوم الاثنين المقبل؟ شوف، لا يستطيع عقيلة صالح أن يقوم بشيء. اللائحة الداخلية تقول لك ما حضرش المساءلة تقدر تمشي، يطلبوا ربع مجلس النواب اللي هم 50 يقدموا رسالة إلى المكتب الرئاسي في مجلس النواب ويطلبون جلسة مخصصة لمناقشة سحب الثقة. المادة واحد في تحت بند حكومة الوفاق في الاتفاق السياسي بتاع الصخيرات تقول بأن لا يمكن الذهاب في سحب الثقة من الحكومة إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة.
ولذلك عقيلة صالح ليست لديه أي أوراق يلعب بها سوى هذا التضخيم الإعلامي اللي تحدث عليه عصام، وهذه الآلة التي كونت له بأنه عندما يتحدث فإنه يتحدث بمجلس النواب. ولذلك يجب علينا ربما إطلاق حتى هاشتاج أن نقول يا عقيلة دير تصويت داخل مجلس النواب وورينا أن مجلس النواب مازال عنده ثقة فيك. وهذا هذا ما يتمدى عقيلة على مدى السبع سنوات الماضية. نعم. تعرفون ذلك؟ نعم. مجلس الرئاسي ومجلس الوزراء قسموها جهويا، إذا كان المجلس الرئيس مجلس الرئاسي من برقة، رئيس مجلس الوزراء من الغرب باهي، والجنوب مفروض يا عقيلة صالح أنت تطالب بحصة برقة، حصة برقة، حصة برقة، وحصة الجنوب وين؟ يلا حط نفسك ورينا ورينا أنك أنت ما زلت لما تتكلم بس مجلس النواب، حط نفسك للتصويت ترى نشوف. يجب فضح هذا الرجل، يجب فضح هذا الرجل وأكاذيبه اللي طالع على محطة التلفزيون الحدث ولا مش عارف من المحطات متاعهم هذه، ويحكي على عضو مجلس النواب جلال الشويهدي ان هذا هو الوحيد اللي معارض في قانون الانتخابات اللي مدايرة عقيلة، ولم يتحدث عن ان كان يدعو احد الاعضاء الاخرين للتعدي على النائب جلال الشويهدي. نعم. أليس من المفترض أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء دور إذا ما حدث أي تلاعب في لوائح والقوانين الداخلية في البرلمان؟ مجلس القضاء الأعلى مجلس فاسد، وعرفنا ذلك عندما سمح لرئيسه بالترشح لمنصب تنفيذي ثم عاد إلى كرسيه. نعرف ذلك أن عندما يقوم الحافي بتعطيل الدائرة الدستورية وتعطيل العدالة في ليبيا، نعرف ذلك عندما يقوم الحاسي بقبول أموال من ميزانية الطوارئ بدون وجه حق ولا يتحدث عنها ولا يفصح عن ما هي الطوارئ التي على أساسها طلب هذه الميزانية وأعطيت له. فعلى هذا الأساس أنا في تصوري أن مجلس القضاء ليس له دخل في الموضوع، وأعتقد أن تصرفاته وبياناته السياسية وتدخله في القضاء، لأن مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة الإدارية للقضاء وليس محكمة، يجب أن لا يتحدث عن أي قضية سياسية. يا مجلس نواب عندك مشكلة عندي أرفع قضية، أرفع قضية عند القضاء الإداري المحاكم الابتدائية وتوصل عند المحكمة العليا الدائرة الدستورية وما ذلك. مجلس القضاء لا يتدخل، محدد القانون بتاعه يقول هو أعلى هيئة إدارية للقضاء، الترقيات المرتبات المش عارف شنو كذا عنده حاجة واحدة يقدر يديرها في في في, في, في ما يختص القضاء وهي العفو عن في جرائم الإعدام بس. أبا تطلع لي بتفسير قانوني مش مشكلتك، مش داخلك. الحكومة عندها مشكلة مع البرلمان، قول لها يا حكومة عدي أرفع قضية وبعدين توصل المحاكم وتوصل للدائرة الدستورية. ولكن هذا هو القضاء. ولهذا نحن نقول بأن لما تقول انتخابات رئاسية وانت لا عندك سلطة تشريعية قوية ولا عندك قضاء قوي ولا عندك شيء، يعني شيء هبال، انت مجرد تحاول تنشئ سلطة. يعني شوف اللي صار في تونس، فما تعبوش عليه، لا نعبوا عليه قضاء ولا نعبوا عليه جسم تشريعي في ليبيا او تشوفوا فيه مع التلفزيون. نعم. طيب سيد عصام، يعني هناك 31 عضوا من لجنة ملتقى الحوار من مناصري مجرم الحرب حفتر طالبوا البعثة بعقد جلسة طارئة، لماذا برأيك؟ والله أنا قريت بكر الخبر أنهم طالبوا البعثة بعقد هذه الجلسة، لكن اعتقاد كبير جدا أن 31 لا يساوي شيئا، وتعلم جيدا أن حتى 50 اللي تكلم عليهم الأستاذ صلاح هو الربع الذي يذهب بهم إلى حزب الثقة،
ولكن هؤلاء يسعون دائما بخلط الأوراق ودائما الاتجاه بآراء عديدة ليس من أجل شيء إلا من أجل حاجة واحدة، هي كيف يمكنون حفتر من دخول المشهد وكيف يكون له رأي في يعني في البروز كقائد هذا المشهد اللي في ليبيا، حتى أنهم تناسوا وتناغموا بعيدا عن الوجود العسكري داخل الانتخابات، ولكن في الترشح موجود، وهذا شيء يناقض نفسه. إذا كان أنت لا تريد عسكري فكيف تريده في الترشح ولا تريده في الانتخابات؟ أنا أعتقد جيدا أن هذا الأمر متجه نحو تحقيق أهداف لهم، منها عرقلة الانتخابات، منها محاولة التصيد لبعض الأشياء. كثير من النواب الآن يسعون إلى وضع عراقيل من أجل كسب مناصب، بعضهم يريد الحصول على منفعة لهم من منصب أو الحصول على تواجد لهم في الحكومة الجديدة أو دخول الانتخابات بتوب آخر، وهذه الأمور بدأت الآن تطلع على الساحة. كل يوم نسمع أن في واحد عنده رغبة، نسمع بأشياء تصريحات، بدأ حتى البعض الذي كان لا يصرح بدأ يخرج على السوشيال ميديا وبدأ يبرز في أشياء وآراء، حتى تستغرب أنه كيف كان موجود في مجلس النواب وكيف لم يتكلم عنها وكيف لم يبرزها. ولذلك أنا أتمنى من الشعب أن يكون اختياره هذه المرة اختيار دقيق جدا، بعيدا عن كل التوظيفات الحزبية والطبقية يعني والمناطقية وجهوية، أن يبتعد عن القبيلة وأن يبتعد عن القرابة وأن يبتعد عن كل شيء إلا شيء واحد، هو يرى في هذه الشخصية أنها شخصية وطنية بامتياز يمكن أن تقوم بعمل في صالح بناء الدولة الليبية. نعم. طيب سيد صلاح، يعني منذ تشكيل الحكومة وهي تؤكد على توحيد كل الأجسام السياسية والأطراف المنقسمة في الدولة، لكن في المقابل يعني يرى البعض أن هذا التقرب والتنازل لمجرم الحرب حفتر وتابعيه هو قد أدخل البلاد في نفق سياسي مظلم، كيف ترى ذلك؟ بكل تأكيد نحن شاهدنا على مدى 6 سنوات من ديسمبر 2015 تشكيل حكومة الوفاق الوطني إلى استقالتها وخروجها من المشهد غير مأسوف عليها في 2021، أن سياسة الاسترضاء أين أوصلتنا؟ عندما قدمت حكومة الوفاق كان حفتر عالقا في بنغازي في الصابري وخربيش وما إلى ذلك، وعندما وفي بعدها بخمس سنوات أو 6 سنوات حفتر كان في عين زارة. هذه هي سياسة الاسترضاء، وأعتقد أن السيد دبيبة تعلم الدرس، وعلى هذا الأساس لن يستخدم، أو على الأقل حتى الآن رفض مقابلة حفتر، وأعلن بأنه لن يقابل حفتر إذا اعترف به وزيرا للدفاع، وقال لمجلس النواب أعد ملحه. الابتزاز هذا ما عادش يخدم معي أنا. فأعتقد أن من الواضح على الأقل حتى الآن، نحن طبعا في ليبيا كل شيء ممكن، ولكن حتى الآن أعتقد أن هذا التصرف هو التصرف الصحيح مع هذه الشخصيات كحفتر وعقيدة صالح، لأنهم لا يتفهمون إلا هذا المنطق، إن أعطيتهم شبر فسيأخذوا منك كيلومتر. نعم. طيب سيد عصام، في نقطة التي تعرضت لها هي مش 31 من مجلس النواب، هي 31 هضماي من ملتقى الحوار. نعم. هضماي كان خاطبه في المبعوث المتحدة على معالجة كل الإشكاليات التي حدثت دون تحقيق آلية خارطة الطريق وآلية تنفيذها، خاصة رأوا أن هذه التطورات الأخيرة لا تحقق وحدة البلاد وتؤدي إلى عديد من الإشكاليات، هم خوفاً أن هذا الأمر سيهدد الوضع اللي نعيش فيه ولن تحل الأزمة، وهم في نظري منها ستعرقل حتى الانتخابات، ولذلك هم خاطبوا المبعوث الأمم في ذلك. نعم. طيب يعني مع قرب موعد الانتخابات نرى كل هذا التخبط والتراشق السياسي، كيف سيكون السيناريو في حال ما وصلنا إلى الانتخابات إذا بقى الوضع كما هو عليه؟
هو الحقيقة أن احنا بدينا نشبح في أشياء غريبة جدا. الآن خارطة الدوائر الانتخابية بعض منها تحرك، بلدية شويرف الآن تعاني من إشكالية وجدت في هذه الخارطة. لا أعتقد أن أناس يذهبوا الانتخابات لا يبقون هذه الأمور كما هي عليه حتى يتم الانتخابات. إن تعديلها هو مراد به شيء غريب يعني، وتحرك هذا الأمر دليل على أن هناك طبخة تطبخ في جهة ما لتحقيق هدف ما، وهذا واضح جدا. كان يفترض ألا تمس الدوائر الانتخابية، وكان يفترض مدام نحن في هالوضع هذا لقدرنا نمشي، لقدرنا الدستور ننتخبه نستفتوا عليه، ولقدرنا ولا قدرت اللجنة 75 أن تأتي بحل عليهم أن يرجعوا إلى ما كانت عليه انتخابات المؤتمر الوطني وإلى انتخابات مجلس النواب، وسير بنفس الاتجاه حتى نحقق حقيقة مجلس جديد. وهذا المجلس لابد أن يكون له دورة في عملية الجلوس والوصول التشريعي لانتخابات الرئاسية حتى لا نضيع البوصلة. نحن كثيرا ما أضعنا البوصلة، في المؤتمر الوطني أضاعت قليلا، في مجلس النواب أضاعت، في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أضاعت، لأن الانتخابات ما زالت جديدة وما زال الليبيين لم يتمرسوا بالانتخابات. لكن البشائر ظهرت الآن بعد انتخابات البلدية التي دخلت فيها المناظرات ودخلت فيها أشياء عديدة. نتمنى أن تتحقق هذه الأمور بسرعة وبوعي أفضل. نعم طيب، قبل أن أعود إليك سيد صلاح أسمحك عذرا حتى أرحب بضيفي عبر الهاتف عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، وأرحب بك سيد أبو بكر. مساء الخير ومساء الخير للمشاهدين، وأيضا أرحب بضيوفك الأعزاء. نعم، بداية سيد أبو بكر، يعني هناك من يرى أن دبيبة هو من قوى عقيلة صالح والنواب التابعين لحفتر سياسيا، كيف ترى ذلك؟ والله إذا سمحت الصوت يقطع، لا عاود السؤال اسمه. طيب سأعود لك سؤال مرة أخرى، كيف تابعت تصريحات عقيلة صالح الأخيرة وقوله وتلويحه بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية؟ تمام، بالنسبة للسيد عقيلة يعني هذا يعبر عن نفسه بصراحة، لكن آليات سحب الثقة واضحة سواء كان في الإعلان الدستوري أو النظام الداخلي أو اتفاق السياسي للسفيرات. بالتالي سحب الثقة مش لا يمكن يعني لسواء كان رئيس أو أي عضو في المجلس يستطيع أن يسحب الثقة بدون اتباع هذه الآلية المنصوص عليها، وأصلا لا يمكن خرقها، وحتى لو تم تجاوزها بالتالي في صعون قانونية ولا يمكن القبول بها يعني سواء من جميع الأطراف. تحتاج ل 120 صوت أغلبية موصوفة، وبالتالي الموضوع أنا أعتبر فيه يعني ربما عملية ضغط بس على الحكومة لتمرير بعض الأمور الأخرى، والكل يعرف يعني أسباب الابتزاز والضغوط تجي على الحكومة. طيب يعني سيد أبو بكر، هناك من يرى أن عقيلة صالح يخرج ببيانات فردية دون الرجوع إلى أعضاء البرلمان، ما موقفكم أنتم كأعضاء النواب من هذه البيانات؟ هو طبعا هذه مش جديد يعني، اليوم احنا 6 سنين 7 سنين تعودنا على مثل هذه التصرفات، وأعتقد أن الليبيين كلها الأمرية واضحة، وربما لما جعل الكثير من الأعضاء وأنا واحد منهم ما حبيناش أن يكون في تصعيد وزيد المية زي دقيق زي المثل الشعبي، لأننا نشبح في انقسام سياسي ونشبح في أن البلاد مهددة حتى بالانقسام، وبالتالي هذه المواضيع واضحة وجلية حتى لأهل برقة نفسهم، ويجب أن نتعامل معها كمعارض سياسي كان في قائمة معارضة للحكومة القائمة والقائمة اللي هي فازت في جنيف، وبالتالي أي واحد يرى أنه يجب أنه يعرقل الطرف الثاني لأجل الوصول لأفضل يعني وضع أفضل للدخول في الاستحقاق القادم، إذ كان ربك ووفقنا في 24 ديسمبر انتخابات جديدة سواء كان من خلال قوائم أو من خلال انتخاب فرد. نعم طيب سيد أبو بكر، يعني قبل أن أختم معك، هناك من يرى أن عقيلة صالح وحفتر يعملان على إنشاء حكومة موازية، وهذه الأخبار غير مؤكدة طبعا، ما موقفكم أنتم كأعضاء مجلس النواب في حال الإعلان، إذا ما تم الإعلام عن حكومة موازية؟ طبعا لما صدقنا توحدت الدولة أصبحت حكومة واحدة، وأعتقد أن هذه ربما يعني
ما يشمل خطوه ربما ما هيش مرحبة في جميع حاليبيا سواء كان شرق وغرب وجنوب، ولكن احنا مربوش نثق الاحداث لكل يعني حاز حديث، ولا اعتقد ان الامر يتم بسهوله خلال المرحله القادمه. احنا محتاجين لتواصل ومحتاج زياده الحوار ما بين الحكومه ومجلس النواب. مش معنى هذا ان تو تعليقي ان يعني تحاملت على رئيس المجلس، لا ربما حتى الحكومه تحتاج ان هي تعدل من سياساتها، تبتعد على التعميم في اتهام جميع اعضاء مجلس النواب، ولربما تحتاج ان هي تتواصل وتقطع لمتابعه وشرف المجلس ومنه الازمه، ونصل الانتخابات في ديسمبر القادم يعني وفق قاعده دستوريه بحيث ان الجميع يرضى بها، تنهى يعني المرحله الصعبه اللي مرت بها ليبيا، وتتوحد المؤسسات وتنتهي دور مجلس النواب مجلس الدوله اللي حاليا اصبحوا غرفتين ينافسوا بعضهم في موضوع التشريع واصدار القوانين، وايضا الوصول لمرحله دائمه برئيس منتخب من الشعب متوافق عليه من الجميع، واعتقد ان هذا هو المسار اللي يجب ان احنا نسعى له جميعا. اما زياده خلينا نقول التصعيد من كلا الطرفين هذا لا يساهم في استقرار البلاد، سيمنع حروب سيمنع مشاكل، ويجب ان احنا نتجه لاستقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها والخروج بالازمات بطريقه سلميه، بعيد على التاجيج وبعيد على الصراعات وبعيد على الاستقطاب. نعم طيب، شكرا لك سيد ابو بكر السعيد عضو مجلس النواب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اعود اليك سيد صلاح، يعني هناك أخبار تتحدث عن من الممكن زيارة عقيلة وحفتر إلى مصر الأخيرة واجتماعاتهم السرية كان للسعي في إنشاء حكومة موازية حسب أو وسحب الثقة من الحكومة الحالية، ما تعليقك على هذا؟ لا انا لا 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 اعتقد ان ذلك صحيح، لا اعتقد ان شوف انا ما اراه الان هو ان الحكومه المصريه تتبع في شيء شبيه بالطريقه التي اتبعتها مارغريت تاتشر رئيسه وزراء بريطانيا عندما تحدثت لاول مره لغورباتشوف الرئيس الروسي الجديد انذاك، عندما قابلته قالت باننا نستطيع ان نتعامل او we can do business مع هذا الرجل، نستطيع ان نتعامل مع هذا الرجل. اعتقد ان السيسي قرر انه يستطيع ان يتعامل مع الدبيبه، وهناك عقود الان وقعت بين الحكومه وشركات مصريه بخصوص الكهرباء وما الى ذلك، وهناك الان حديث عن مصر تحاول ان تطور من شبكتها الكهربائية ربما للدخول إلى السوق الليبي وما إلى ذلك. فأعتقد أن السيسي لا يريد كما لا يريد الروس أو الفرنسيين أو أي واحد إسقاط هذه الهدنة السياسية والعسكرية الهشة، فلذلك لن يسمح أعتقد السيسي بتأسيس حكومة جديدة، وأيضا أن حكومة جديدة ليست لديها أي أموال، أفلست المصارف في الشرق الليبي. لكن ليس حكومة الوحدة أيضا لا تملك أي أموال؟ لا، حكومة الوحدة تملك أموال، كيف ما تملكش أي أموال؟ أمال منين تصرف؟ حكومة الوحدة الوطنية القانون المالي بتاع الدولة يسمح لها بالصرف حسب ميزانية العام اللي فات. نعم. وكما قال رئيس الوزراء أنهم وجدوا مصادر تمويل أخرى، ربما بعض الصناديق الاستثمارية الليبية قررت أن تمول بعض مشاريع التنمية من أموالها، فلهذا هذه ليست مشكلة. لا أعتقد أن المصريين وصلوا إلى درجة أنهم سوف يعني يقلبوا يهدوا المعبد على من فيه وتأييد حكومة موازية تحت قيادة حفتر وعقيلة، لا أعتقد أن ذلك ممكن، ولا أعتقد أن مجلس النواب سوف يسمح بذلك. يعني
كنت أتمنى أن نسأل العضو المحترم لمجلس النواب، نعم، ما هي الديناميكيات التي داخل المجلس الآن بخصوص ما يجري؟ نعم، ربما إذا توفر ذلك في وقت لاحق سيد صلاح، ربما سنحضر أحد من أعضاء مجلس النواب للرد على مثل هذه التساؤلات. أعود إليك سيد عصام، يعني هناك أخبار حسب تصريح أحد أعضاء البرلمان، هناك أخبار تتحدث عن زيارة ربما تكون مرتقبة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر وجلوسه مع عقيلة صالح في الأيام القريبة القادمة. بعد كل هذا التراشق، يعني قد يضع هذا الخبر علامة استفهام على دولة مصر إذا صح الخبر. والعالم تغير حقيقة والوضع تغير، رأينا زيارة الطحنون إلى تركيا ورأينا زلوس السيسي مع الأمير تميم، الوضع بدأ يتغير، وزيارة حتى العديد من الزيارات الآن ستقوم، وسيكون وضع مصر مختلف عما كان عليه الفترة الأولى، ولذلك سيرى هؤلاء وهم يعلمون جيدا، يعني مش سيرى، يعلمون جيدا بأن التحالفات بدأت تتغير وبدأت تنتفض بعض، يعني بدأت تبتعد بعضها عن تفككها عن عقيلة وعن المجرم حفتر، ولذلك سيعملون على بعض القنابل الصوتية التي نراها الآن والتي أعتقد أن الإعلام يغذيها بصورة كبيرة جدا، عندما نأخذ تصريحات لا ليس لها مفعول كبير وتعطى لها الدور، تصريحات عقيلة صالح لن تأتي بالنتيجة، إذا لم يأتي الدبيبة سأسحب منها الثقة وناكل، ستكون يعني أنت ضمن القائمة التي كما تكلم الأستاذ صلاح اللي هي بخمسين يعني موقع على خطاب، بعد ذلك ستخر التصويت بمئة وعشرين، بعد ذلك ستتم بالموافقة بالتوافق مع مجلس الدول. أعتقد الطريق طويل، طريق طويل لن يكون له يعني شيء من المصداقية، حتى الحكومة أي حكومة لن تقام إلا بالمال، ولذلك هم يبعثون بهذه التخويف من أجل الضغط في موضوع ما ومن أجل يكون لهم دور لو حدث طاولة الحوار، ولو ويعملون حقيقة على خلط الأوراق وإيهام أطباعهم بأن لديهم ما زالت القوة. حفتر حقوق هذا المجرم لن يقوم بأي حرب وليس لديه القدرة في أي حرب، مهما تحشد من عسكريين ومهما فعل من مرتزقة ومن عصابات لن يقدر أن يقوم بحرب، لأن الآن المجتمع الدولي وضع ليبيا تحت المنظار حقيقة أقولها، ومن يعمل الحرب الآن هو الذي سيتحمل المسؤولية، عكس ما كانت المدة الأولى أعطيت له الفرصة يوم 4/4 وكان بعض يريد أن يضم الغرب وأن يبسط سيطرته على الدولة الليبية، طيب. لكن بعد أن فشل في هذه الأمور وبدأت حتى بعض القبائل يعني تنفض منه، أصبح الأمر ضروري من أعمال الشو وأعمال هذه الإربكات. أعتقد ديما الفترة التي تسبق الانتخابات دائما تحدث فيها هذه المعارك السياسية، وإن شاء الله ما يحدثش فيها زي ما يحدث في بعض الدول التفجيرات والأشياء هذه من أجل إرباك المشهد ومن أجل إضفاء صورة معينة تؤثر في هذا المشهد. نعم سيد صلاح، ما هي توقعاتك أو ما هي السيناريوهات المتوقعة في الأيام القريبة القادمة؟ شوف أنا سعيد جدا أنك سألتني هذا السؤال قبل تنتهي الحلقة. نعم. شوف نحن أمام سؤال محوري الآن، وهو تصلنا حوالي شنو يصلنا حوالي سبتمبر أكتوبر نوفمبر 4 أشهر عن الانتخابات. نعم. السؤال المحوري، هل سننتظر إلى ديسمبر ونقولوا ما صار شيء من الانتخابات، أم أننا يجب علينا أن نتحرك الآن وعلى الأقل نستشعر تضاريس حل آخر؟ لأن فيه خطورة كبيرة أنك أنت تراجعنا عن توصل غادي، توصل ل 24 ديسمبر وتقول والله ما صار شيء. بقى شنو الخطة باء؟ لا أحد يتحدث عن خطة باء، وخاصة مش عارف عصام يوافق على هذه أو لا، وخاصة أن الوقت لم يعد يخدم، صحيح، يعني ما معاش فيه، صحيح،
راحوا عطوهم 60 يوم مجلس النواب ومجلس الدولة باش يطلعوا بقاعدة دستورية وقوانين انتخابات. الستين يوم انتهت في 21 فبراير الماضي، المفوضية قالت نبي باش ندير انتخابات في 24 ديسمبر، نبي القاعدة الدستورية والقوانين في 1/6 ولا 1/7، لا 1/6 7 أغسطس قالت باهي 1/8، 1/8 عدة. نعم اهو توا نحن قريب نخش علي 1/9 باهي. شو بيصير يا جماعة تقعدوا تراجعوا؟ ومش صايرة راهي 31 عضو، هذا 31 عضو هذه صارت من قبل، راهي قدموا بعد ما انتهت الفترة بتاع 60 يوم لمجلس النواب ومجلس الدولة، قدموا أعضاء في ملتقى الحوار مرتين أو ثلاث مرات طلب للمفوضية لعقد جلسة حسب المادة الرابعة، البند الثالث في المادة الرابعة، وهي أن إن فشل مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 60 يوما يؤول الأمر إلى الحوار السياسي للبث فيه. رفضت البعثة. نعم. طيب. الآن البعثة خليف هناك خليف على الأقل أكثر من 45 عضو. نعم. يريدون التصويت على المقترحات الثلاث. البعثة ترفض. فالقضية شائكة ويجب أن نبحث الآن في الموضوع، ما نبدوش نراجعوا عند ديسمبر وبعدين نقعد نحكوا في راسنا وتتطربق الدنيا فوق رؤوس الجميع. يعني هل أفهم من كلامك هذا ما دام أنه من الصعب جدا الذهاب إلى الانتخابات أنه يجب خروج الحكومة وتصريح بأن إجراء الانتخابات صعب للغاية وغير ممكن؟ إجراء الانتخابات ممكن إذا فصلنا البرلمانية عن الرئاسية، هناك ما يكفي من الأصوات داخل ملتقى الحوار السياسي لتمرير انتخابات نيابية في 24 ديسمبر، ولكن الملتقى في حالة من الخصام، يعني إلى درجة ميؤوس منها حول الانتخابات الرئاسية، وكل يوم كل يوم يمشي معناه أنت نقص من نسبة حصول الانتخابات، لأن أصبح الوقت ما عادش يخدم. وأعتقد أن خلال أسبوعين ثلاثة حيجي المفوضية وتقول لك مش حنقدر ندير أي انتخابات، مش حتى انتخابات نادي ما نقدرش ندير في 24 ديسمبر. نعم، شكرا لك سيد صلاح البكوش. شكرا. المحلل السياسي، كنت معي عبر خدمة أسكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أخيرا سيد عصام، إلى أين يسير المشهد الآن برأيك؟ أنا أعتقد أن المشهد بدأ يتحرك عالميا عكس ما كان قبل، دولي يعني عكس ما كان قبل. اليوم رأينا جلوس الفرقاء في بغداد، لم نكن نتوقع هذه الزعامات التي هي موجودة أن تجلس، ولا هذه الدول أن تكون لها وجود في بغداد بالذات، وأن تتكلم عن حماية بغداد والعلاقات مع بغداد و التحرك من أجل احتواء كل الإشكاليات ومن أجل فرض منطقة آمنة ومنطقة تكون فيها السيطرة يعني للوضع الأمني في استقرار. يعني هذا التحرك سيصحب تحرك موجود في المنطقة شمال أفريقيا، خاصة أن شمال أفريقيا أصبحت الآن موضع يعني بقول لك بؤر التوتر كبير جدا. العلاقات المغربية الجزائرية متأثرة، تونس الوضع داخل تونس متأثر، ولذلك يجب أن يتم تغيير داخل ليبيا وأن يتم وضع بوصلة الاستقرار داخل ليبيا. مصر تدخلت في كل الأقاليم التي هي الوضع الأقاليم اللي هي موجودة مثلا للوطن العربي، الآن رأت الرجوع إلى وضع الأمن والاستقرار أفضل من الرجوع إلى وجود هذه القيادات التي كانت تدعمها من أجل فرض سيطرة معينة أو من أجل مطامع وأجندات. تونس ستنهى جانبا لأن وضعها الآن التي تعيش فيه هو وضع يعني مربك، ولذلك سيتحرك الوضع وين يتحرك داخل ليبيا عن طريق زعامات
يفترض أن تكون كما تكلم الأستاذ صلاح، لأن الوقت قصير، يجب أن يتم التحرك بقوة نحو الاحتواء الفعلي للذهاب نحو الانتخابات التشريعية، ومن بعدها يتم التفكير في الانتخابات الرئاسية. لأن إذا لم نتجه إلى الانتخابات التشريعية سيبدأ الوضع غير مستقر، وسينبأ بأشياء قد لا نتوقعها تنبتك بعد ذلك وتؤثر، لأن الفراغ يؤدي إلى وجود يعني أزمات مفتعلة، وهذه الأزمات يجب القضاء عليها قبل أن تنمو. التحرك الآن الذي تقوم به الحكومة هو تحرك يجب أن يدعم، لأنه إذا كان ملموس على الأرض وبفاعلية فهو تحرك تنفيذي سيطور من عملية الحياة داخل ليبيا، وهذا التطور إذا كان حقيقيا يجب أن يدعم حتى نتحرك بقوة إلى الذهاب إلى الانتخابات. الأمر إذا تحرك الاقتصاد تتحرك الحياة وتستمر نحو الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك سيد عصام الزبير الصحفي والمحلل السياسي، كنت ضيفي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. نأسف أزف الوقت الانتهاء. نعم شكرا جزيلا لك. حتى اللقاء بكم في وقت آخر أعزائي المشاهدين، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.